مشاهدينا اهلا بكم الى هذا الموجز الرياضي والذي نبدا بكرة القدم، حيث اعلن فريق المغرب التطواني انه توصل لاتفاق مبدئي مع المدرب الاسباني سيرخيو لوبيرا لتولي التدريب خلفا لعزيز العمري الذي تمت اجراءات الانفصال عنه بشكل ودي يوم الثلاثاء. وقال المغرب التطواني عبر موقع الالكتروني ان الفريق انهى مشاوراته مع المدرب الاسباني سيرخيو لوبيرا الذي قدم خلال اليومين الاخيرين لمسؤولي الفريق تصوراته ومشروعه المتكامل من اجل خوض غمار تدريب النادي التطواني، وسيتم يوم الاثنين المقبل بشكل رسمي تقديم المدرب الجديد الذي سبق وان درب عده فرق إسبانية آخرها فريق لاس بالماس من الدرجة الثانية من البطولة الإسبانية لكرة القدم. وكان لوبيرا البالغ من العمر 37 عاما كان قد حضر يوم الأحد المقابلة التي احتضنها ملعب سنيس الرمل والتي جمعت بين نهضة بركان والمغرب التطواني وآلت نتيجتها للأخير بهدفين مقابل هدف واحد. في موضوع آخر، أعلن فريق الفتح الرباطي بطل مسابقة كأس العرش أن لاعبه المهدي الباسل سيغيب عن الملعب فترة تصل إلى 5 أشهر بعد خضوع لجراحة في الكاحل. أصيب الباسل بكسر مضاعف في كحل الأيمن بعدما اصطدم بزميله محمد النهيري في الشوط الثاني من المباراة التي تعادل فيها الفتح مع الدفاع الحسني الجديدي بدون أهداف في الدوري المغربي يوم السبت الماضي. وقال حمزة الحجوي رئيس الفتح الرياضي أن العملية تمت بنجاح، مضيفا أن غياب الباسل سيمتد لفترة ما بين 4 إلى 5 أشهر ولن يكون بإمكانه الوقوف على ساقيه لمدة 2 ونصف شهر. تستأنف في يوم الجمعة المقبل فعالية البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم بإجراء مباريات الجولة 14 من المسابقة. البداية ستكون بلقاء الكوكب المراكشي الذي تراجع للمركز الثالث عقب هزيمته في الجولة الماضية أمام الجيش الملكي. لقاء الكوكب إذن بالدفاع الحسني الجديدي. أما فريق الوداد البيضاوي متصدر الترتيب والذي تجرع الجولة الماضية أول هزيمة له في الموسم وكانت أمام أولمبيك سفيف، فسيستقبل خلال هذه الجولة نادي حسنية سقدير الذي تفادى الهزيمة على ملعبه في الجولة الماضية أمام المغرب الفاسي صاحب المركز الأخير، والذي سيكون خلال هذه الجولة في مباراة صعبة أمام أولمبيك خريبكا صاحب المركز الثاني. وإلى إنجلترا الآن، حيث يحضر مانشستر سيتي لمواجهة بيرنلي يوم الجمعة المقبل في البوكسين داي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو يدرك بأن الفوز ضروري للبقاء قريبا من المتصدر تشيلسي. المدرب مانويل بيريغريني قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بأنه لا يفكر في تشيلسي بل في فريقه وكيفية مواصلته البحث عن اللقب. ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 39 نقطة وبفارق 30 نقاط وراء تشيلسي المتصدر الذي سيستقبل خلال هذه الجولة ويست هام يونايتد المحتل للمركز الرابع. نحن لا نفكر في تشيلسي بل في فريقنا فقط، ندرك ضرورة الوعي بالضغط حولنا وأن نفوز بالمباراة المقبلة. كما قلت في السابق، لا أحد يفوز باللقب في ديسمبر، ولدينا 5 أشهر طويلة أمامنا لمواصلة اللعب بالشكل الطيب الذي نلعب به. سنرى مع نهاية الموسم أي فريق سيكون له أكثر عدد من النقاط. من جهة أخرى، وقبل مباراتها أمام مضيفي بيرنلي يوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي دائما، أكد مدرب فريق ليفربول بريندان روجرز أن فريقه يستعد ذاته وثقته بنفسه. ليفربول يحتل المركز العاشر في البطولة برصيد 22 نقطة من 17 مباراة. أما مضيفي بيرنلي فيقع في المركز 18 بحصيلة 15 نقطة. روجرز قال إن الوقت قد حان لكي يحول أداه الجيد إلى نتائج إيجابية، ووعد بتحقيق سلسلة من الانتصارات ابتداء من مباراة الجولة 18 من البطولة.
بالنسبة لي أعتقد أن الأداء هو الشيء الأساسي وهو دوما مؤشر جيد على المستوى. أعتقد أنه في خلال الأسبوع الماضي وخاصة في مباريات بورتسموث وأرسنال في نهاية الأسبوع يمكنك أن تلمس الثقة. لا يمكنك أن تقدم مثل هذا الأداء إذا لم تكن تملك الثقة في الفريق، وبالطبع فقد أصبنا بخيبة الأمل من النتائج لأنني أعتقد أننا كنا نستحق الفوز في نهاية الأسبوع أمام الأرسنال، لكن أعتقد أنه يمكنك ملاحظة أن الثقة تعود للفريق، وما يتوجب علينا فعله الآن هو أن نحقق سلسلة من الانتصارات كما قلت لكي نضع توقيعنا على أدائنا الجيد. أحرز غوران دراكيتش 25 نقطة ليسهم في فوز فينيكس سانز على ضيف دالاس مافريكس ب 124 نقطة مقابل 115 ضمن منافسات دوري رابطة كرة السلة للمحترفين NBA. فعلى ملعب US سيروي سنتر في ولاية أريزونا تألق نجم فينيكس تشارلي فيلانوفا الذي كان من ضمن المتألقين وأحرز ثلاثية رفع بها رصيد أصحاب الأرض إلى 22 نقطة مقابل 12 قبل أقل من 5 دقائق من نهاية الربع الأول، لكن مافريكس نجح في إنهاء الربع متقدما لوقع 26 نقطة مقابل 25، غير أن الدقائق الثلاثة الأخيرة من الربع الثاني شهدت هجمات مركزة لفينيكس لينهي النصف الأول من المباراة متقدما بفارق 9 نقاط. وواصل أصحاب الأرض غزو سلة الضيوف خلال النصف الثاني ليفوز الفريق في آخر المطاف ويحقق فوزه الرابع على التوالي. بهذا إذن نصل إلى نهاية هذا المشهد الرياضي للقاء.